المونجارو دلوقتي من اكتر الحاجات اللي ممكن تخسس وبسرعه بتخسس، يعني بتخسس 5 6 كيلو في الشهر، ومع ناس ممكن تكون اكتر. وعلشان بتخسس بسرعه بنلاقي بعد شهرين ثلاثه الوش بدأ يخس، واكتر حاجه بتبان عليك بتبان على وشك، الوش بيبدأ يدبل، العضلات اللي فيه بتبدأ تضعف وتبدأ يعني ويبدأ يحصل حاجه بنسميها الساجنج، بيبدأ العضلات تنزل لتحت. علشان كده لكل الناس اللي مهتمه بشكل وشها شكل بشرتها، لو بدأتوا تاخدوا المونجارو فمن الشهر الثاني كده انصحكم ان احنا نبدأ ناخد حاجة زي الكولاجين. الكولاجين بتركيز 10,000 ميلي جرام هيكون مفيد جدا، وهيكون عملية وقاية بالنسبة لنا من ان يحصل الساجنج ده او يحصل ان الجلد يبدأ تحس ان هو بيصفى. افضل انواع الكولاجين اللي موجودة في السوق هو كولاجين المارين اللي بيجي من الاسماك، بيكون غني بالنوع الاول والنوع الثالث اللي بيدخلوا في تركيب اصلا الكولاجين الطبيعي اللي موجود في الجسم والالاستين اللي مسؤول عن شد البشره، فترجع البشره تبدا تملى تاني، ترجع مش جافه، ترجع رطبه، شكل الوش يبدا ياخد الشكل بتاعه. علشان كده في ناس كتير بعد المونجارو تبدا تروح تبدا تحقن فيلر وتحقن بوتكس، فلو احنا مش هنروح نحقن لا فيلر ولا بوتكس وما معناش الامكانيه، فمن دلوقتي نبدا ناخد كولاجين، نشوف امتى هيكون عليه اوفر وموجود في السوق، نشتري باي 1 جيت 1 او نشتري اشتري اتنين وخد التالته مجانا، علشان نوفر معانا نبدأ نستخدمه لمدة 3 شهور بحيث ان هو يبدأ يخلي وشنا يرجع للشكل الكويس، الشكل اللي ما يخليناش نحس ان احنا وحشين او شكلنا بقى وحش، مش هنخس جسمنا وشكلنا يبقى وحش قبل كده. اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم ويقدم لكم حاجة مختلفة، وتعبنا يا رب ما يروحش على الفاضي.